خير عليكم يا الحباب، لاباس عليكم؟ كيداير مع الصحه؟ ان شاء الله تكون اموركم على خير. نهار جديد. حنا دابا كاين في الويكند انا والبخوت تاع اميره. اميره كديري؟ كديري؟ المهم كتاكل فروياك يا كندير لها العويد بحال هكا معاك عجبها تاكل بيه الفروي. الا ما درتش هكاك ما تاكل ليا والو. كتاكل كتفطر زعما، ولكن من غير الخبز والشوكولاته ولا درت لها مثلا فروي ولا خضر هكا خيار ولا فلفله مقطعه ولا درت لها خشيب كتاكلها، كتاكل كلشي زعما. صافي هادشي اللي كاين حبايبي. حنا كاين الويكند دابا بوحدنا، مشيت تقريبا بوحدنا، المهم كاين خو اميره صغير في خوتو، وراجلي كاين في كندا هو ولده الكبير. هتقول لي اسمع علاش ما مشيتيش معاه؟ واحد الحاجه تخيلي صافي مابقاش هاد البورطابل نحطو بحال هكا بحال هكا، مابقاش هادا في يدي. المهم غير كبيره كبيره فقنا شي، المهم شي ساعه تقريبا هكاك. زدنا كنفطرو بشويه على خاطرنا. اوكي قلت لكم علاش ما مشيتش مع راجلي لكندا. اولا انني بغيتو اني ندوز وقت زعما بوحدو مع ولدو مع صاحبو، بحال كي كنقولو خرجي تاع الرجال وصافي. شنو اخر؟ وحتى انه يرتاح من الخدمه، ما يبقاش غير مشغول معنا حنايا مع اميره مع مرتو مع ولاد مع ولادو. هذا يد اللي كاين مع الكبير، ولكن الكبير دابا راه شي 24 سنه. صافي غيدوزت ما واحد الاسبوع مع رجلي عنده عطله، قال لي يلا تمشي معايا اكتشاف. ما بغيتش نمشي، عارفه اصلا من هنا لكندا جبده تاع الطريق. قلت لي مع اميره غتكون قضيه صعيبه، قلت لي سير ليك انت غير بوحدك استمتع بالعطله ديالك. صافي هادشي اللي كاين عرفتي. راه وكاين واحد الفرق ما بيننا، واحد الفرق تاع السويد تاع السويد تبارك الله. راه كنهضروا كنهضروا، قلت ليه باقي شادين في الطريق؟ قال لي باقي شادين في الطريق. عرفتي ديمارو الجمعه مع الخمسة الصباح، وهضرت البارح معاه مع سبعة العشيه، وقال لي باقي في الطريق. قلت ليه هو خويا باس؟ قلت لي لا لا تسافر. قلت لي انا بناقص حيت قال لي جي معايا مره اخرى انت واميره. قلت لي لا انا قلت لي كنحمش داك التسافر. قلت لي حتى كاين داك الفرق تاع السوايع كيكون داك جات لك خصك ترتاحي، ما تمشيش السيمانه عاود تمشي السيمانه، خصك بعدا تمشي واحد ثلاث سيمانات باش ترتاحي، حيت الجسم حيت كيولي ليلك نهارك ونهارك هو ليلك، يعني ماشي شكل. صافي داكشي اللي قلت غنبقى انا وياها كنتسنى دابا تكمل فطورها وغنبدل حوايجنا غنمشيو نخرجوا الكلب نتمشى، حيت ضروري خاص نمشي نخرج. وديك الساعة غندوج ليها وغنوجد الغدا. المهم عندي ما يدار، حيت الويكاند ما كيكونوش كاع مدبر المنزل حيت العطلة اكيد. صافي انا ما نقي ما حتى شي حاجة، حيت داكشي كنديرو غير في وسط السيمانة الصراحة، ما كيلاش نديرو حتى في الويكاند. الويكاند ديما الراحة. صافي غنطيب ندير غير دجاج بطاطا ساهل، داكشي دخل في الفران ونايضة. هادشي اللي كان، ونقدر من بعدها نتغداو اميره نعسها، ومن بعدها نخرجوا للشبيل بلاص ولا المدينه والله ما عرفت. حيت البارح كنت في السوبر مارشي تقدير كاع داكشي اللي خاصني الويكاند، يعني ما نحتاج عندي كلشي، الخبز خضراء كلشي 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 ما خاصني حتى شي حاجه. مشيت حتى عند التركيين خديت اللحم خديت الدجاج كاع داكشي اللي كيخصني. صافي هادشي حبيبي اللي كاين، وما نعاودش لكم واحد الجو في لمباك لا علاقه، راه واقيلا في اوروبا كامله كنظن. كاين داك اش كيقولوا ليه الريح العاصفه، شويه الشتاء شويه كيطيح داك التبروري، شويه الريح شويه الشتاء الشمس، واحد الجو مخربق مخربق. ولكن راه بحال هاد العام باقي عاقله، العام اللي فات بحال هاد الوقت نفس الجو كان لا علاقه. صافي هادشي حبيبي اللي كان، نتلاقاو هذا من بعد. يلا اميره طلعي بخيخيته، طلعي طلعي نغسل داك اليديدات وداك الوجه كاع مجخلط بالفطار. يلا سيدي تمشي اميره، تمشي تمشي اميره طول. لا اميره لا لا تمشي هكاك هكا دير القباحات. شوفي اش غنشوف. يلا سيري هو عندك اوا اختي، وتمشي غير درجة بدرجة أميرة. لا أميرة لا صافي بركة بدرجة بدرجة. لا أميرة أميرة وصافي صاحبتي صافي بركة. وي أختي ما كتسمع الهضرة، الراس قاسح بحال باك أختي بحال باك.
يلا زيدي نبدل الحوايج. زيدي زيدي أم قباحات تحت أميرة. أميرة طاحت. مهم حنا واجدين غنمشيو نخرجو دابا. أميرة حتى هي كتشوفي راسك كتبكي. بيبسيو خيشة. انتي زوينة؟ انتي زوينة؟ خايبة؟ انتي خايبة؟ عاد خايبة زوينة. منين اختي منين جاك الزوينين؟ زوينة فين اختي فين؟ زوينة. انتي زوينة؟ قولي لهم انا بزز منك زوينة ياك. زوينة عليك كاع انا خايبة. زعما العكس زعما كدير دابا خايبة زوينة زوينة خايبة من نهار اكتشفت هذا كديري العكس. يلا زيدي 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 يا ميرا. إيه انتي زوينة انتي كلشي زوين فيك. يلا زيدي واخا. يلا أميرة يلا عندي معايا هذا اللحم كرتون خاوي. يلا زيدي زيدي يلا هبطي. دابا اش كديري زعما بديتي تهبطي بالكليس؟ الله ملي كتكون خارجه الشميشه يا سلام. اشنو اشنو كيدقك؟ قلت لك كدق شي حاجه ما عرفت. كان غتبقى الشمس خارجه شويه كتخرج شويه كتمشي. ها اشنو كيدقك؟ مهي يلا زيدي زيدي بخيخيشه زيدي. ماشي مشكل الحوايج كاينه ماكينه الصابون. زوينه انتيا المهم كاين شي ريح بارد الحال الصراحه اليوم. هاكاك برافو لك لابسين مزيان. ايه اميره برافو. اجي نشوفها مسها واقفه مخشي. يلا زيدي اميره يلا يلا أميرة. زوين واحد يخرج هكا خلاص. حنا جيتنا الغابة كنقدروا نخرجوا أي وقت نتمشاو خلاص. الصباح هكا شوية بكري كيكون الجو منعش و هكا تحسي مع حسيت راسي بحال باقي خامرة ولا ما عرفت شنو. كان واخا غسلت وجهي نقيت حالتي وهذا ولكن ملي كتفيق الصباح كتكوني بحال حاسة راسك خامرة. وقلت اجي نمشي نخرج نتمشى انا واميره ناخذ هو نقي هنا جهه الغابه. راكم شفتوا في وجه الفطور حالتي لا علاقه. غير كنخرج هكا جيت برا كان دغيا كيتبدل لون وجهي اوكي بحال كترجع الاشعه في وجهي. صافي هادشي اللي كان. المهم باقي كنتمشى جهه الغابه نتمشى تقريبا واحد ساعه وديك ساعه هذا رجع. الله علاش مشى؟ الله علاش مشى ميورا ديرك خيم سولير غير كتمشي شميشه كيبرد الحال. اميره فرحانه كتجري كتلعب. شوفي يا ربي عندك طحي. شوف اميره بغات تغني لك واحد الاغنيه. يلاه غني اموره حلوه كتكون ضحكتيني صافي. غني 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 قول لهم أمورة وحلوة وكتكوتة ده حبيبتي أجمل بنوتة ياكي. يلا زيدي نمشيو للدار زيدي. بابا ايه
هنا يعني غير كون انا باش كندوش لا شوفوا انا كندوش هذا من هيب في داك القنفل وشعر هذا شامبو وشبولو يعني كيرطب الشعر من ماركه تاع ديبشن صراحه هو راه كيخلي الرطب شعرها مرطب مزيان ما كيكونش داك ناشف انا كنستعمل هذا وي ما تجيش هذا ماشي كتستعملي البنت شعرك ما نشوفوا اني راه شعرها تبارك الله راه زوين واخا ما طلعتش ليا شعرها كثير طلعت البار المهم انت ما شعرها هو هذا نوريكم المنتجات اللي كنستعمل شعرها ياك اميره قولي لهم انا ماما ما عمرها قطعت لي شعره ما عمرها قطعو خليها كي طولي 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 طول اميره وريهم شعرك وريهم شعرك داري داري وريهم شعرك وريهم قولي شوفي شوفي الشعورات قولي لهم شوفي الشعورات شوفي شوفوا اللي بحال هكا هكا شعر أميرة هو هذا والمشطة بالنسبة لي المشطة ديال الخشبة كي زوينة صراحة أحسن من دوك المشطة تاع البلاستيك باش حتى أنه مكيبانش إيرا غير تمشي هي بغيتي تعومي واخا المهم شعر أميرة هو هذا قلت لكم دوماج ما طلعش ليها شعرها بحال بحال ديالي كتير 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 صافي نوريو المنتجة تاع أميرة نوريهم نقول لهم شوفوا أنا كنستعمل هادي شعر هادي دير بحال هكا هكا وريهم وريهم هادي كتقول لهم الشعر في هذاك الارنب كتباع في السوبر مارشي ولا الدروغوري ياك اللي هي هادي شنو اخر قول لهم كنستعمل زيت الارغان قول لهم زيت ارغان ارغان ياك زيت تاع ارغان واخدها من امازون ولا قول لها زيت اللوز كتباع في امازون ولا الدي ام ولا الدروغوري داكشي موجود ولا زيت اللوز وحده فيهم ياك وقول لهم باش كندهن وجهي تاع البرد هادي قولها تاع وقت البرد تاع التمشاق وهادي هادي من بيناتن زوينه الصراحه هاد الكريم واعره 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 بزاف فنة كدهن دهن وجهها مزيان شنو اخر اميره وبالنسبه لذاتها ولوجهها حتى هادي من بيناتن يوري عليهم بيناتن كتباع في سوبر مارشي هادشي اللي كاين يلا دابا تمشي تخشي في البينوار ياك اكثر من الحوايج وجدتهم ليها عندهم كي تفهم في الارض داكشي اللي غتلبس ها هو هي اللي راه كنشف ليها شعرها ما كيبقاش فازك باش ما يضربهاش البرد ماشي بشي حراره كثيره غير زعما متوسطه اللي كيكون شويه دافي باش الشعر حيت شعرها زوين ما غاديش نحطو ليها غير كنشفو ليها باش ما يضربهاش البرد صافي هادشي اللي كاين فوق الراس اميره تنزيد واحدة اخرى درنا لك الطرباش نديرو اللحية نديرو اللحية اميرة احنا نديرو اختي زوينة اميرة ياك زوينة امرة كيف كرونه ديالك المهم اميره كملت ليها شعرها شي اميره شي فينا هاي داري من فيها النعاس من بعد التحميمه كملت العظيمات في البينوار بغات تمشي دابا تنعس يلا سيدي يلا سيدي نمشيو خارف بغي ينعس حلو فينا هو توا ناس
يلا نسيم مامي هاني جاي ياك. المهم احباب غنستغل الفرصه اميره دابا نعسه وكنغنمشي ندير السبور غندير الورك اوت. الورك اوت هذا ماشي هذا على حساب الجسم كامل وانما غي المؤخره والفخاد ويقدر الا باقي عندي جهد ندير عضله البطن لا اكثر. صافي هادشي اللي كاين من الروينه هنايا لتحت. انا فين كندير ديما السبور كنديرو تقريبا كل نهار على المهم بعدا لي زابطو شحال مره باش الكرشي هكا يضربو فيها. ماشي نحيد الكرش وانما كرش ما عنديش وانما هذا ربي العضلات يكون العضلات تاع هذا الكرشي. متابعين كيسولوني ازمة ربيتي العضلات بزاف؟ شوفوا راه حيد دابا شاد البورطابل كيبان لكم العضله خارجه هانتوما ولكن ملي كندير بحال هكا يدي عادي يعني ما كاينش شي عضلات خارجين اكيد حيت كتربي شويه ولكن ماشي داك الدرجه يعني الدراري ماشي بحال تاع الراجل. انا صراحه بغيت يكون عندي العضلات ولكن ملي كنشد بحال هكا البورطابل راه سينورمال كيقولوا العضلات تاعي يدي هذا بارزين بزاف ولا كيبانوا بحال ماشي انثويين. اكيد كيبقاو انثويين حيت مرا كتبقى مرا ميمكنش تكون على شكل راجل واخا دير سبور من غير هادوك اللي عندهم اتجاه واحد اخر. هادشي اللي كاين. المهم غندير سبور ونتلاقاو من بعد. شوفوا الورك اوت اللي غادي ندير هو هذا من عند باميلا غايف. ها هي باميلا غايف 20 دقيقه هكاك الليكس مع البوتي من 26 دقيقه بحال هكاك ما كاينش بوز نو ايكيبمنت ما عليناش. وقلت لي ساليت هذا نقدر ندير هذا. المهم فيه 11 دقيقه 10 دقائق حتى هي نيتره سميتها باميلا غايف. صراحه كدير سبور واعر مجهد. انتما كي كتشوفوني الفورمه ديالها بحال ديالي صافي هادشي اللي كاين. نتلاقاو من بعد. صافي انا ساليت درت ورك اوت غي ما قدش نزيد باقي تاع الكرش تغدى. درت هذا المؤخره وهذا الفخاد عرفتي. صافي سخفتني يا اختي سخفتني ديك العائله عرفتي. سبور عندها مجهد ولكن شي حاجه من داك الشرف ملي كدير من عندها سبور كتحس راسك راه درتي شي حاجه هي هذيك. صافي نمشي ندوش عليا حالتي ونمشي ناكل. نتلاقى من بعد. طيبت الغداء لحقاش خو اميره الصغير مشى يدير السوايع عنده ما يراجعو ويوجد كان غير بوحدي. اميره ناعسة وطيبت البارح سباغيتي وباقا زعما ولات خليتها اليوم هاديك الربعه ونبدا العشاء ولا الخمسه هكا كنبدا العشاء نطيب فيه غناكل غير داكشي اللي العشاء اللي بقى هو غدايا. دابا درت البارح سباغيتي بصوص طماط بنين لا الحمله كفته ولكن بواحد الطريقه كتجي فيها سباغيتي بنين. هي دابا اللي غادي ندير غادي نسخنها وهي باش نتغدى وغناخذ البروتين ديالي وواحد المكملات غذائيه غادي نوريهم لكم. المهم متابعي سولوني اسم شنو كتاخذي. كناخذ جوج حبات من هاد هاي لايف راه فيجي هانتوما والبروتين اللي كناخد هو هذا تا هو فيكان وكنستعمل معاه الحليب هذا تاع الصويرة. خويت واحد الكرتوشة كانت قربت سالي وغنزيد دابا داكشي اللي بقى صافي ونزيد عليها جوج كيسان ياش من جوج كيسان جوج معلقات من هذا البروتين راه كتكون فيها اصلا في الداخل ديالو صافي. المهم المتابعين يقولوا علاش كتاخدي حليب صويا حيت انا عندي حساسية من سكر الحليب. كيفاش كناخذ حليب الصويا ماشي حساسيه كبيره ولكن خفيفه وكناخذ ليها الصويا واصلا كيجي مع البروتين بنين بزاف. انا هذا هو هدايا خفيف طريف دغيا حيت باقي العشاء غادي نطيب داكشي نتخم نيت وصافي. درت غير هكا قلت لكم سباغيتي بمطيشه وهذا بالفرماج محكوك وناكل البروتين ديالي وهاد جوج حبيبات اللي كاين هنا نوريكم الشكل ديالهم كيف دايرين. ما فيهمش شي مذاق يعني حيت تاكليهم عاد هذا
هانتوما ما كيعذبوكش حتى في السريط، ميم كيعوضو كاع داكشي مثلا بحال دابا الا ما كليتش البروكولي ولا الفواكه ولا شي حوايج اللي كيكونوا ناقصنا في النهار كامل، حيت ميمكنش تاكلي كل شحال من حاجه في دقه، وهادو بحال كيعوضوهم داكشي اش كيقول لك مزيانين يعني هانتوما زوينين زوينين بزاف. وكنحس بهم زعما ملي كنخدم كنحس راسي هذيك الدات ديالي مزيانه طاقه وحيويه، حتى في السبور كنقول هي هذيك عندي جهد صافي. وهذا البروتين اللي هادشي اللي كاين احبابي. شوفوا شكون فاق، شوفوا شكون فاق من الناس، نسيتي مزيان تفايقه راش قاليها نسيتي مزيان كويده ها صافي. ميم اميره تغدات ودابا غادي نمشيو هذا الشبيل بلاص. بالنسبه للمتابعين يسولوني اسماء واش شنو هو الروتين اليومي مع اميره، شوف والله ما كاين حتى شي حاجه سميتها روتين يومي مع الاطفال، راه كل نهار وهو صراحه مره كتكون عندك الكانه مره ما كتكونش عندك الكانه. يعني اليوم خارجه معها تلعب، يعني هذا لي يعني انا كنخرج معها كل نهار اللعب، اصلا هي كتكون في الروض. مثلا ملي كنخرج معها لشبيل بلاص ومثلا الحاد نديرو العاب، نديرو الراس، نديرو العاب الذكاء وشحال من حاجه، ونقدروا نتمشاو هنا يجي الغابه وشحال من حاجه. يعني ما كاينش شي روتين محدد، يعني انا كاي ام عاديه جدا كدير الواجب ديالها مع بنتها رجلها وعائلتها. هادشي اللي كاين احبابي اكثر من هادشي راه لا اله الا الله. راه اصلا في الراوت كيدير بزاف الحوايج، اميره فين كتمشي كيخرجوا للغابه كل جمعه تقريبا شي ساعه ونص كيتمشاو كيوريو شحال من حاجه، كيرسموا كيلصقوا كيقطعوا كيطيبوا بزاف بزاف. خلاص اميره كاينه في واحد الروض غزال غزال بزاف، واغلبيه الوقت كيكونوا على برا، وبالنسبه لها هي هذا العام الاول كيديروا شويه برا شويه لداخل، وملي غتكمل العام غيوليو اغلبيه ديما جيت الغابه، يعني مثلا من 8 حتى لوحده وما غير على برا كيرجعوا كيتغداو، واللي بغى ينعس ينعس، اللي بغى يلعب اللي بغى يدير شي حاجه صافي. هادشي اللي كاين هيك اميره. فين غنمشيو اميره؟ شبيل بلاص، البلاصه فين غتلقى فينا نلعبو شبيل بلاص. المهم هي قريب لينا هنايا ميغولدا. صافي هادشي اللي كاين احبابي، نتلاقاو من بعد. المهم باقي بارد الحال وجايبه غير شبيل بلاص. يلا اميره يلا المهم راه قبلتني داك المحل تاع الشوموك الله، وجبت لي حتى الالعاب تاع الرمل اللي تلعب بهم. صافي نازله في غاديه يلا ايك وي اميرة. شميشة نه يلا عاوتاني اميرة عاوتاني نخمر اميرة اميرة عاوتاني عاوتاني أميرة. شو أميرة اش كدير؟ ضحكتني صافي بغيتيش صافي أميرة لويا بحال شي بصلة ولكن صراحة بارد الحال وكاين الريح، داكشي علاش مخرجاها ملبسها مزيان زعما غير باش زعما تخرج عاود تبقى كتهضر في الدار القنط. هي الصراحة ما عمراش بزاف، كاين الناس كيلعبو شويه ولكن ماشي زعما فانكوخن. برافو أميرة صوبتي بفانكوخن، دوقيني دوقيني بغيت ندوق فيه الجوع. أري يدي ناكل هكا
وين انت ماما باقا صغيرة؟ انا باقا صغيرة ديالي شاوكل شاوكل زعلولة. انا باقا يلا زيد اختي كاع كلشي جربناه لالا. نهز رجليه واخا لالا هاني. شويه عليك بشويه عليك يا اميره. برافو برافو اميره. شوفي قدامك شوفي قدامك. برافو اميره شدي مزيان شدي مزيان. هاكاك هاكاك برافو. دابا حطي يدك تما. هي برافو اميره. برافو برافو اميره. بارده بارده حال. صباح بابي يا اميره بكات شويه حيت قلت لها راه غنمشيو للدار حيت صراحه خصني تا باقي غادي نطيب وما سخاتش. قلت لها تنعاودو نرجعو راه شي تقريبا شي ساعه ونص وحنايا على برا ولكن بارد الحال. انا كنت عوالي على صحيت بارد الحال وقالت لك بغات تلعب وقلت خلي نزيد نص ساعه ماشي مشكل. قلت لها راه نكملو اللعب في الدار وصافي. هادشي اللي كاين احبابي الفيديو ما غاديش نزيد نطولو عليكم اكثر من هكا. هادشي اللي كاين اليوم العشاء ما غاديش نوريكم شنو طيب. كي قلت لكم غندير غير الدجاج فخاط الدجاج محمرين في الفران بالبطاطا مقليه مع البصله صافي. هادشي اللي غندير العشاء حبابي. كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. ما تنساوش تشتركوا بالقناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. خليت لكم راحه البال. مع السلامه. سلامه تري اميره بسلامه. فقعانه فقعانه مقلقه مقلقه ياكي. ماما خايبه ماما خايبة. أنا خايبة زوينة وانتي زوينة. يلا بسلامة.